السلام عليكم ورحمة الله. بعد الصلاة والسلام على رسول الله، أهلا ومرحبا بكم من جديد في فيديو جديد على قناتي وصفات أمي الغالية. نتمنى تكونوا كامل في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله راح نشارك معكم خبز المخابز، خبز أكثر من رائع، يجي بزاف خفيف ومقطن وهشيش، وصفة ناجحة من أول تجربة وسهل وبسيط جدا في التحضير. وأكيد إذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايكات وبارتاجيو مع لزامي تاعكم للاستفادة. وبسم الله وعلى بركة الله نروح مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. إذا هنا كما راكم تشوفوا يا البنات، نحتاج 3 كيسان فارينة، وقياس الكاس المستعمل 220 ملي، وممكن أيضا تستعملوا أي قياس متوفر عندكم. راح نضيف ملعقة كبيرة خميرة الخبز، ونضيف 4 ملاعق كبار من السكر. السكر على حسب الذوق، ممكن تزيدوا وممكن تنقصوا، من المستحسن تستعملوا 4 ملاعق فقط. راح نضيف 2 ملاعق صغار من الملح، الملح دائما على حسب الذوق. نبدأ نخلط هكذا ونجمع العجينة تاعي بالماء، ضروري يكون دافئ. نبدأ في كل مرة نضيف الماء حتى نتحصل على عجينة تكون جد طرية وتتلاصق نوع الماء في اليدين. وبالنسبة لهذه المقادير يا البنات، تحصلت على 4 خبيزات، وإذا حبيتوا كمية كبيرة مثلا تحضروا 8 خبزات، ضعفوا المقادير فقط. ديروا 6 كيسان فارينة و8 ملاعق كبار من السكر وزوج ملاعق كبار من خميرة الخبز، والملح دائما على حسب الذوق، وتتحصلوا على كمية كبيرة، تتحصلوا على 8 خبزات. إذا هنا بعد ما جمعت العجينة تاعي، هذه هي تحصلت على عجينة طرية وتتلاصق نوع الماء في اليدين. راح نحطها في وعاء ونغطيها ونحطها في مكان دافي ونخليها تخمر ويتضاعف الحجم تاعها. اذا بعد ما نحط العجينه تاعي تخمر، راح ناخذ وعاء ونحط فيه ربع كاس من الماء، ضروري يكون دافي، ونضيف ملعقه كبيره من العسل هكذا، ونخلط جيدا العسل مع الماء. وبعدها راح نضيف نصف كاس من الججلان او السمسم، ونخلي الججلان مع الماء حتى يتشرب هذيك الكميه تاع الماء. هذا الججلان راح نرمدو فيه الخبز تاعنا فيما بعد ان شاء الله. فقط الججلان تاعكم عندما يتشمخ صفيوه من الماء. اذا ها ليكم العجينه كما راكم تلاحظوا، خمرت ما شاء الله وتضاعف الحجم تاعها. العجينه تاعي تتلاصق، ما تضيفولهاش هنا الفارينه، لازم العجينه تاعنا تكون بهذا القوام باش نتحصلوا على نتيجه مليحه. راح نقسمها الى 4 كويرات يكونوا متساويين بنفس الوزن. هنا البنات من المستحسن ما تستعملوش كامل فارينة. اذا هنا بعد ما قسمت العجينه تاعي الى 4 كويرات متساويين، ناخذ الصينيه كما راكم تشوفوا يا البنات، حطيت لها ورق الطهي، واذا ما تستعملوش ورق الطهي ضروري الصينيه ترشوها بشويه فرينه، لانه العجينه تاعنا جد طريه وتتلاصق نوعا ما في اليدين باش ما تلصقش في الصينيه. راح نغطيهم بمنديل ونخليهم يخمروا ويتضاعف الحجم تاعهم. وهنا كما راكم تلاحظوا، بعد ما خمروا وتضاعف الحجم تاعهم، هنا عندي الجلجلان بعد ما تشربت مليح هذيك الكميه تاع الماء، وكملت صفيتها مليح يعني نحيت منها كامل الماء. وراح ناخذ الخبزات تاعي ونحطهم في الجلجلان بهذه الطريقه. كما راكم تشوفوا يا البنات، العجينه تاعنا تتلاصق، لازم تحطوا ورق الطهي ولا ترشوا الصينيه تاعكم بشويه فرينه. ناخذ الكويره تاعي تاع العجينه ونحطها في الججلان في السمسم بهذه الطريقه.
ونقلبها هكذا بنفس الطريقة، نكملهم كامل. اذا هذه هي النتيجه اللي نتحصل عليها مباشره. نبدا نبسطهم بهذه الطريقه. راح نبسطهم بسمك متوسط هكذا ونعمل ثقب في الوسط هكذا، نزينوا الخبز تاعنا فقط هذا المكان. راح نغطيه بمنديل ونخليه يخمر ويتضاعف الحجم تاعو. اذا هنا بعد ما خمر وتضاعف الحجم تاعو، في هذه اللحظات الفرن تاعي راهو سخون، سخنتوه سابقا، راح نطيبه في 200 درجة يطيب ويتحمر ونحيه. وفي الاخير هذا هو الخبز تاعنا اللي حضرناه اليوم. حضرنا خبز المخابز، وصفة ناجحة من اول تجربة، يجي بزاف طري ورطب ومقطن كما راكم تلاحظوا، جاء ما شاء الله. راح نقسمه لكم من اجل مصداقية الوصفة. ننصحكم تجربوه لانه هذه الوصفة فعلا تستحق التجربة. واكيد اذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايكات وبارتاجيو مع لزامي تاعكم للاستفادة. واللي مازال ما اشتركش في قناتنا ندعوكم للاشتراك وضغطوا على الجرس حتى يوصلكم ان شاء الله كل جديد من وصفاتي الاقتصادية والسهلة والسريعة. واذكروا الله كثيرا وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. نتهلاو في روحتكم، في امان الله.